بدخل معك في بعض الأمور المتعلقة بتفاصيل مسارك من قبل ومن بعد. خليني بعرض عليك هذا المقطع وبعد ذلك نسألك عنه. احنا نوقف مع يعني احنا نوقف معهم الإعلام والجمهور، احنا موقفين معهم. المفروض انا رايي اللي المفروض يوقف مع المنتخب هذا واتحاد اللعبه نفسه. سعد الشهري لما جاب البطوله في قبل سنتين 2016 ترى يعني اقيل بسبب 15000 ريال في راتب. يعني انت متخيل هذا اللي يقصده؟ يعني لك ان تتخيل انه عضو اتحاد سعودي كره القدم ولا امين عام ولا رئيس لجنه ولا ياخذ له راتب 60 80 100000، ولما نجي المدرب اللعبه اللي هي الاساس ياخذ له 45000 يزودها من 30 ل 45000 يقول لك لا والله ما اقدر عاجب كله توكل على الله، اللي هو اساس صناعه اللعب وصناعه الفوز. ابو بدر احنا انا خاف لي خاف يعني، وطبعا انا اثق في اداره ياسر المسحل واللي معه، يعني انه يرجع الشهري بانجاز ثم يتم مساومته ثم يقال. ابو سعود بكل صراحه، في منظومتنا الرياضيه كره القدم المدرب السعودي هو الحلقه الاضعف؟ والله للاسف انه الكثير مش قادر يستوعب العمل الكبير اللي يقدم يعني في اوروبا. دائما اضرب امثله في اوروبا لانه هي مثلا طموحاتنا وهي مثلنا في كره القدم. من أراد أن ينجح عليه أن يهتم بالمدرب المواطن، لأنه هو الأكثر معرفة بتفاصيل البلد، بتفاصيل اللاعب السعودي، بطبيعة الحياة، بطبيعة الوضع. إحنا عندنا للأسف كل شيء بالمقلوب. مو شرط أنك لازم تعطي المدرب السعودي دائما الفرص في بعض الملاعب، أوكي الفرص مهمة، لكن اعمل على تطويره أولا وادعم الناجح منهم. يعني على يعني امسي على الاستاذ احمد الفهيد، لكن في كثير كان يتكلم انه اعلام الهلال ضد سعد الشهري. لا، في من اعلام الهلال من هو رائع حقيقه ومن ينصف العمل، سواء كان احمد الفهيد سواء كان فيصل الجفن. فلا نضع يعني نخلي انه سعد الشهري فقط محارب من اعلام نادي معين، لا في عقلاء وفي ناس تتكلم دائما بمنطق. فالمشكلة بالنسبة لنا احنا كمدربين سعوديين وكأي شخص في هالبلد هذا، لما يكون عنده نسبة نجاحات يا أخي ندعم. يعني في مثل ما أدري هل هو أوروبي يقول لك يدعمون الفاشل حتى ينجح، وإحنا عندنا نقعد نضرب في الناجح حتى يفشل. جدار قصير أنا أسميه المدرب الوطني مع كامل التقدير والاحترام لكل الأسماء القديرة التي مرت وما زالت، أنتم جدار قصير، حمالين الأسية بعبارة أخرى.